كل واحد فريق محلي بحكي كعضو اتحاد رياضي. الاتحاد الرياضي سمى الدوري السنه على اسم اسر الحريه والسجناء. دعما لكم ونستمد القوه منكم، ونحن كرياضيين واتحاد رياضي كلنا فخورون بكم. الله يسلمك. اهلا وسهلا بكم، وهذا الشيء بشرفنا انك انت موجود على الملعب اليوم مع الرياضيين في جولة. جيل جديد. خلي الصوت تبعك. السلام عليكم. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية على جهودكم وتقديمكم. أتمنى أن تكونوا يعني بمستوى ناهض بالرياضة. أنتم جيل جديد لنهضة الرياضة في الجولان. يعني بشكر جدا الاتحاد الرياضي انه اطلق اسم الاسرى الجولان والاسرى عموما اسرى الحريه على هذا الدوري، وبتامل انه يكونوا الاسرى بمستوى اللي بلكان يقدموه من رياضه. واعلموا انه هذه الرياضه اللي مقدمها في الجولان هي جزء من النشاط الوطني، اكيد جزء لا يتجزا من النشاط الوطني، وجزء لا ينفصل نهائيا عن النشاط الوطني. وان شاء الله مبروك طبعا لكم عضويه الاتحاد الوطني السوري للرياضه، وبتأمل انه تكون الرياضه بالنسبه لكم تحت شعار اخلاق ومحبه وتنافس شريف. مشكورين طبعا على دعوتكم لي في اني اتشرف في افتتاح هذه اللعبه، وبتمنى لكم التوفيق. طبعا انا من حيث ولا لاي فريق، الله يسلمكم. انا رياضي كمان، انا كنت سابقا رياضي وكنت العب بكره القدم، ولكن انتم جيل الجديد الناهض اللي بتامل انكم توصلوا للمراتب اللي انتم بتطمحوا لها. وشكرا لكم مره ثانيه. الله يحفظكم.